الولد واخر خبطة جامدة جدا في الخصية أدى إلى تورم الخصيتين. الولد مش عارف يتبول. كان بيضربني بالشاليت من ورا ومن قدام، وراح مرة واحدة خبطني في المنطقة الحساسة دي يا بابا. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة. تعال نشوف جريمة النهاردة اللي للأسف المجني عليه تلميذ في رابعة ابتدائي عنده 9 سنين. تلميذ في رابعة ابتدائي عنده 9 سنين، طفل. ايه اللي حصل للطفل ده؟ انتوا عارفين ان الدراسة بدأت، كل سنة وانتم طيبين، عام دراسي جديد. الولد كل يوم يصحى الصبح، امه تلبسه وتفطره وياخد مصروفه، وابوه بيوصله للمدرسة. المدرسة اسمها ايه؟ اسمها مدرسة شريف عناني الابتدائية. مدرسة شريف عناني الابتدائية. فين المدرسة دي؟ في مركز البدرشين محافظة الجيزة. يا احنا بنتكلم على جريمة تمت في محافظة الجيزة، مركز البدرشين، مدرسة اسمها مدرسة شريف عناني الابتدائي. الاب كل يوم يوصل ابنه المدرسة، وهو راجع مظبط اموره، وهو راجع من الشغل يعدي ياخد ابنه المدرسة يروح البيت. يعني 9 سنين كل يوم على هذا الوضع. لغيت من يومين الواد ابوه راح ياخده من المدرسه، لقى الواد متغير. في ايه يا واد؟ الواد قاعد يعيط، راح البيت. امه شافت الواد، لقت الواد وشه وارم. الاب ما كانش واخد باله، وشه وارم. الواد يدخل دوره الميه يصرخ: مالك يا واد، مالك يا واد؟ الواد مش عارف، الواد مش عارف، مش عارف يتبول. مالك يا ابني، مالك يا ابني؟ جروا به الواد، كل اللي قاله الاستاذ بتاع الرياضه ضربني بالاقلام على وشي. لا، قال لك دخل الفصل، لقى الفصل زايط، قال لي انت يا واد اللي بتعمل الزيطه، نزل فيها بالابكاس ودي وبالشلاليت. الاب الواد مزوم بالبول، جري بيها على الدكتور. الدكتور قال الخصيه، الولد واخد خبطه جامده جدا في الخصيه ادى الى تورم الخصيتين. احنا بنتكلم على طفل عنده 9 سنين في رابعه ابتدائي. الاب هيتجنن، قال له حصل يا واد؟ مين اللي ضربك في الحته دي؟ قال الاستاذ بتاع الرياضه كان بيضربني بالشاليت من ورا ومن قدام، وراح مره واحده خبطني في المنطقه الحساسه دي يا بابا. جير الاب على رئيس مباحث البدرشين، قدم بلاغ في الاستاذ. احنا عارفين ان وزارة التربية والتعليم وتعليمات الوزير، مش الوزير الحالي، حتى الوزراء السابقين اللي تولوا حقيبة التربية والتعليم، منعين تماما منع الضرب جوه المدارس. تخيلوا في مدرسة ابتدائي عايزين نحبب العيال في الدراسة، عايزين نحببهم في التعليم، عايزين نحببهم ان هم يبقوا رايحين المدرسه فرحانين، ولادنا بيروحوا المدرسه وبنقومهم بالعافيه، مش عشان مش عايزين عايزين يناموا، مش عايزين يروحوا المدرسه عشان بيتضرب. المدرس يقولك انا زمان كنا بنضرب العيل وابوه يجي يقول لك كسر وانا جبر. وفعلا كان في زمان العيل لما يتعور يروح ابوه للمدرس يقول ولا يهمك اضربه عشان يتعلم، كسر ايده وانا اجبرها. اجبرها يعني ايه؟ اعمل لها كبيره يعني عاليه. الكلام ده كان زمان. ولادنا دلوقتي لما بيكرهوا المدارس بيهربوا. ولما تشوف الصبح والدراسه بدا، شوف اولادنا قاعدين على الكافيهات قد ايه،
العيال دي بينزلوا من البيت ارضاء لابوه وامه، تلقى الواد او البنت نازله الصبح لابسه اليونيفورم بتاع المدرسه، وسلام يا بابا سلام، تاخد المصروف وتمشي رايحه للمدرسه، بتروح تقعد على كافيه او تروح مع زميلها تتمشى على النيل او ياكلوا ذره شاميه، وبيروحوش ليه؟ بسبب معامله بعض المدرسين ليهم بالضرب والشتيمه والاهانه. تخيلوا لما طالب في رابعه ابتدائي المدرس يمسكه باللجلاب وبالشلاليت لدرجه ان شلوت جه في خصيته، كان هيدمرهم الاثنين، كان هيدمر الخصيتين للواد، وادى الى تورمهم بشكل فج، والواد مش قادر يمارس حياته حتى انه يدخل يتبوأ. طب انت يا استاذ دخلت لقيت الفصل زايد، كانوا زمان يقول لك ارفع ايديك لفوق، كنا نرفع ايدينا كنا بنكره نفسنا، بنتمنى الاستاذ يقول لك نزل ايديكم، فين العقاب ده؟ او ادي وشك للحيط، كنا نقف في وشنا للحيط. دلوقتي العقاب بقى بالاقلام على الوش، ده الا ضربه القلم. الواد وشه التقرير الطبي وشه منتفخ وغلق في العينين، يعني الواد من كتر الضرب عينيه اتقفلت. ليه ده كله؟ انت مسكته بسجارة حشيش، انت مسكته جايب بنت من الفصل اللي جنبيه ومدخلها الكانتين، ده في رابعة ابتدائي. انت بتضرب فعيل في ثانوي، اما لو كان شاب كبير كنت عملت ايه؟ لو كان شاب كبير كنت قطعته بالسكاكين. انت مدرس رياض، اطرده من المدرسة، قول له هات ولي امرك، اطلع من الفصل، اقف في الحوش، وقفه في الشمس، وكله ده غلط. لكن العقاب البدني بالايدين وبالشلاليت، ليه شلاليت؟ الواد كان ممكن يموت على طول. الاب قدم بلاغ في المدرس، تقرير الطبي اثبت الاصابات فعلا، تورم في الخصيتين، تورم في الوجه نتيجه اعتداء بدني عنيف. مين اللي عمل فيك كده؟ استاذ الرياضيات في مدرسه شريف عنان الابتدائيه في مركز البدرشين. تم القبض على المدرس. طب يا استاذ انت اللي عملت كده؟ قال لك ايه. ليه؟ كنت بأدبه. تأدبه ان انت تضيع له الخصيتين؟ الله، ده ادب ايه ده؟ ده انت كنت هتفقد رجولته، انت مش بتربيه، انت بتقتل رجولته. قال لك الولد ده انا دخلت الفصل لقيت الفصل زيطة بشتمه، راح الواد شتمني، شتمك، فما حسيتش بنفسي غير وانا بكيل ليه الضربات بايديا وبالشلاليت. طبعا النيابه امرت بحبسه على ذمه التحريات. انا عارف اللي هيحصل، وبقول لكم دلوقتي هيتم عن طريق اهل المدرس، هيروحوا لاهل التلميذ، علاج الولد هيكون على حساب. انا ده طبعا ما حصلش، انا بقول ده اللي هيحصل. انتوا عارفين في المراكز وفي الكره بيبقى في عشم، المدرس ده ليه اهل وليه اب وليه ام وليه اخوات وليه عزوته، هيروحوا لابو التلميذ ويتعمل قعده علاج الواد علينا، ابننا غلط وحقكم علينا، وهيجي يعتذر لكم ويبص على راسكم، وعلاج الواد بالكامل. لو عايزين تسافروا مصر ماشي، عايزين تودوه مستشفى السلام الدولي ماشي، اللي انتوا هتقولوا عليه احنا موافقين. طبعا هم مدرسين الجيزه، مش هنقول مصر يعني، مدرسين الجيزه يودوه القاهره مثلا، او يودوه عنده دكتور كبير جدا وهم اللي هيتولوا علاجه، وغالبا الضغوط هتكون على ابو الطالب لغايه ما يتصالح ويطلع المدرس. بس انا كنت اتمنى مع الخبر ده ان وزير التربيه والتعليم او وكيل وزاره التربيه والتعليم في الجيزه يصدر قرار ان المدرس ده يجي يتوقف عن التدريس نهائيا، ويلحق بعمل اداري، حضور وانصراف، يقف على باب المدرسه، اي عمل اداري، لان ده ما ينفعش يكون مدرس. انا ما وديش ابني مدرسه الشريف عنان الابتدائيه عشان ادخله راجل يطلع لي مخصي او يطلع لي بدون خصيه، ما ينفعش. انا بوديه المدرسه اوديه راجل يطلع لي لمؤاخذه ليه؟ انا بربي ولادي ولا بنهي على رجلته؟ فالاستاذ المحترم مدرس الرياضه المفروض يلحق على عمل اداري ولا يمارس اي مهنه خاصه بالتلاميذ كمواد بيدرسها، لا رياضه ولا اي ماده تاني. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد.